طيب كابتن سيد، خلينا ننتقل الى موضوع اخر. هل عندك علم او جالكوا جواب او جالكوا حاجه رسمي او اتكلمتوا في هذا الموضوع ان من الممكن ان المباراه النهائيه تبقى بدل يوم 17 يوم 15؟ تمام. يعني هل الكاف الميعاد، وخصوصا خلي بالك ان انت برضه الفرقتين عندهم لعيبه من المنتخب الاولمبي مش الاهلي بس. أيوة. يعني الناس في الاعلام عندنا واخد الموضوع عند الاهلي بس. بالظبط. كايزر شيلز عنده اربع او خمس لعيبه في المنتخب الاولمبي، كايزر وجنوب افريقيا برضه الاولمبي. اليابان وفرنسا. ايوه. انت بتتكلم على هل الكاف ممكن يقدمها شويه؟ دي بتاعته بقى. طب هل لو الكاف قدمها يوم 15 هل ده هيفرق مع النادي الاهلي ايجابا ام سلبا، ولا لسه ما اتكلمتوش في الموضوع ده؟ لا بس تيجي العمليه بشكل وبعد كده نرتب او بعض يعني. لان انا التمرينات القطريه بيراميدز وكان مفهوم برضه ان اكيد ضعيف اجواء امبارح شويه، يعني تمر اللعيبه بشكل بعيد جدا في راحه، لكن يوم الثلاث المفهوم اللي يوصل عند اللعيبه احنا جايين يوم الثلاث ليه؟ يعني احنا رايحين النادي ليه يوم الثلاث؟ ثلاث النادي عشان مباراه بيراميدز في الخليج. مظبوط. اذا عيننا على مباراه نحضرها وكل حاجه، لكن في النهايه هيبقى في ثلاث اربع مباريات لازم ناخدهم بشكل خاص. ما بقاش الرحمن ما فيش حد يتعور يعني. تمام. هل من الممكن ان يكون او يطلب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان يكون هناك تاجيل لاحد مباريات الدوري مثلا او حاجه من هذا القبيل، ولا لسه برضو هذا الكلام في اطار الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها؟ والله خلينا بس نشوف القرار النهائي للكاف الخاص بالمباراه النهائيه. ده ممكن يطلع امتى يا كابتن او يجي لكم رسمي امتى؟ اعتقد يعني انت بتتكلم في 3 4 ايام اللي جايين بكثير قوي. عشان كل واحد يحضر نفسه اعتقد يعني في خلال اخر الاسبوع ده لازم تكون الامور واضحه يعني. لان انت بتتكلم مرتبط بتاشيرات وتصريح سفر وحجوزات وحاجات. اعتقد ان لو ده حصل مش هيبقى في مشكله بالنسبه لموضوع المنتخب الاولمبي اللي الكل بيؤثرها خلال هذه الفتره يا كابتن سيد، ان لو المباراه بقت يوم 15 يعني. هو خلي بالك هي تتسهل شويه، لكن لحد دلوقتي انا مش شايف ان في مشكله اصلا الحمد لله رب العالمين. يعني اللعيبه اللي عندك ممكن هيتم استدعائها لو في التماس مثلا او في طلب ان اللعيبه توصل يوم 18 او يوم 19، دي مش بتاعتي برضه عشان ما كنتش حاجه مش انا مش فاهم فيها. أيوة. لكن لو اتقدمت يوم او يومين ممكن بتاع كل الاطراف يعني. طيب بيبقى اعتقد ان هي التقديم هيساعد كل الاطراف، ولكن يبقى بقى القرار النهائي طبعا في ايد لجنه الكوره ولجنه التخطيط في النادي الاهلي.